بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه في الجلسة الختامية للمسابقة، مسابقة مؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم ترتيله وتجويده في الدورة الخامسة عن بعد، يعني أفرزت لنا قراء وقارئات من الطراز الأول، فالمنافسة كانت منافسة شريفة جدا في أحسن كتاب وهو القرآن الكريم. والحمد لله يعني هذه الدورة كانت ناجحة بكل امتياز، وهذا يدل على أن الفروع اجتهدت في اقتراح عدد من القراء والقارئات المتميزين لتمثيل بلدانهم وفروعهم. فالحمد لله النهائيات كانت متميزة جدا، ولجان التحكيم يعني وجدوا صعوبة في التفريز بين المتسابقين، بحيث أن في بعض الحالات قد تكون نقطة أو نصف نقطة أو حتى ربع نقطة هو الفارق بين الفائزين، فلأن المنافسة شريفة جدا وشديدة جدا للحصول على المراتب الأولى. ولكن الحمد لله يعني المؤسسة تقوم بدورها، وذلك دائما بتوجيهات وتعليمات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس المؤسسة، والحمد لله رب العالمين. سيدي فاضل، كل سنة مرسانك لقوا تطور بالنسبة لهذه الدورات، كنشوفوا مشاركة كثيرة ديال بزاف الشباب في إفريقيا. يعني التطور ضرورة حتمية، وخصوصا أن المؤسسة يعني أصبح لها وضع استثنائي داخل القارة الإفريقية، وكما تعلمون في هذه السنة سنة 2024 التحق أزيد من 14 فرعا جديدا، فعدد فروع المؤسسة 48، وهذا يعطي مصداقية للمؤسسة وثقة دائما لهذه المؤسسة التي لها رمز وهو مولانا صاحب الجلالة رئيس المؤسسة. فالإفريقية كلها تثق في جلالته الشريفة وتنتظر من المؤسسة تفعيل هذه الثوابت الدينية المشتركة التي يتقاسمها السادة العلماء والسيدات العالمات في إفريقيا من أجل نشر التدين الصحيح والسلم والسلام في ربوع المجتمعات الإفريقية. شكرا. ولا يفوتني أن أقدم الشكر لجميع وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية، المرئية منها والمسموعة والمقروءة، على مواكبتهم وتغطيتهم المتواصلة لهذا الحدث القرآني القاري الإفريقي التاريخي والكبير، منذ الإعلان عن الدورة الخامسة إلى نهايتها. وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين وأسرته الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم، كما نسأله جلت قدرته أن ينعم على قارتنا الإفريقية جميعا بالأمن والأمان والرخاء والرقي والازدهار، إنه سميع مجيب الدعوات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.